السلام عليكم، أتمنى تكونوا كلكم بخير. معكم دكتورة نجلاء من علوم عين شمس. النهاردة هنشرح محتوى محاضرتنا الثامنة في مقرر بلل الألجوريزم. موضوعنا أو التايتل بتاع محاضرتنا Searching Algorithms Number 2. كنا درسنا الـ Problem of Searching وحليناها قبل كده باستخدام الـ PRAM Model. النهاردة هنستعرض حل تاني باستخدام الماتش توبولوجي. هنبدأ محاضرتنا ونشوف مع بعض how to design a parallel searching algorithm on match topology. أفكركم بالproblem definition. لو عندنا vector say A متكون من n من العناصر A1 A2 لحد AN، وكان عندي element D، وإحنا بنعمل search على ال element ده في الفيكتور بتاعنا عن طريق إن إحنا بنعمل testing لو ال D بيساوي أحد العناصر دي ولا لأ. لو ال test اتحقق فبنقول إن ده معناه إن ال D exist في الفيكتور، ساعتها هنعمل ال return value بتاعتنا ب true، otherwise you should return false. لو بصينا على مثال، لو الفيكتور بتاعي مثلا متكون من العناصر اللي احنا شايفينها 2 4 9 وهكذا، وكان الاليمنت اللي احنا بندور عليه نمبر 7، فزي ما انتم شايفين كده ان رقم 7 ده موجود عندي في الفيكتور، فالمفروض الريزلت الفاينل بتاعتي بعد ما نطبق السيرش الجوريزم بتاعنا اللي بياخد كانبوت الفيكتور ايه والاليمنت دي يطلع لي الريزلت بتاعتي بترو. لو طبقنا الألجوريزم بتاعنا على مثال تاني، فيكتور تاني زي اللي احنا شايفينه ايه هنا، نفس الفيكتور بس لو قلنا هنعمل سيرش على element تاني وليكن 9، يبقى المفروض ان هو يبتدي يقارن كل عنصر عنده هنا ب 9، حتى لو موجود اكتر من مرة هو already برضه هيرجع بنفس الحاجة اللي هي true. الاكزامبل التالت بتاعنا لو ادينا له element دي equal 17، يعني حاجة مش موجودة في الفيكتور داخل معانا كانبوت، المفروض ان السيرش الجوريزم بتاعنا يطلع لنا الريزلت فولس، بمعنى ان ما لقاش العنصر ده جوه الفيكتور. وطبعا ده عشان يتم يعني هيبتدي يقارن عنصر في الفيكتور عندي بالفاليو 17، وفي كل الحالات هيرجع بالريزلت فولس. طيب ازاي نقدر نصمم البارالل سيرش وبالفكر ان احنا عندنا مش توبولوجي؟ لازم ندرس مش توبولوجي الاول بالدايمنشنز بتاعته كويس، ونعرف كل بروسيسور الاندكس بتاعه ايه وموجود فين، وبعدين نفكر بعد كده البيانات بقى متوزعه ازاي، الفيكتور بتاعي موجود متخزن ازاي مع البروسيسورز دول. في السلايد دي هنبتدي نفكركم بالمش توبولوجي، ان هو عباره عن تو دايمنشنال نتورك obtained by arranging n that equals to n square processors into m cross m matrix. So يبقى انا لو عندي عدد العناصر بتاعت البروسيسورز n، الترتيب بتاعها في الميش بيبقى في 2 dimension، وعندنا constraint ان n دي تكون بتساوي m square، يعني لازم تكون الرقم n اللي انت بتستخدمه ده رقم مربع، بحيث إن لما نجيب السكوير روت عليه نقدر نعرف إيه عدد الصفوف وعدد الأعمدة اللي موجودين عندي في المش. ده الشكل اللي مثال لو عندي الـ M في 16، فتبقى الـ M 4 في 4، عدد الصفوف وعدد الأعمدة هنا متساوي اللي هو الـ M. الاندكس بتاع كل بروسيسور بيبقى مش رقم واحد، بيبقى ليه 2 اندسيز i و j، ال i للرو وال j للكولوم. فزي ما احنا شايفين كده ان البروسيسور الاولاني احنا لما نيجي نتكلم عنه في الالجوريزم بتاعنا هنبقى بنقول ان احنا البروسيسور ده الاندكس بتاعه 1 و1، بمعنى انه موجود في الصف الاول تقاطع العمود الاول وهكذا. لو بصينا هنا هنلاقي ان الصف الاولاني كله اول رقم عندي اللي هو الاندكس اي بواحد، الصف الثاني كل الرقم الاولاني بيساوي 2، وهنا بيساوي 3، وهنا بيساوي 4.
لو بصينا على العمود الأول اللي هو الاندكس جي، الرقم التاني مكتوب هنلاقيه كله بيساوي واحد، في العمود التاني هنا كله بيساوي اتنين، وهنا العمود التالت بيساوي تلاتة، العمود الرابع أربعة. طبعا الميش توبولوجي التركيبة بتاعته زي ما احنا شايفين كده، إنه النود أي نود بتبقى متوصلة بالنيبرز اللي حواليها. الديجري الماكسيمم ديجري هنا عندنا الأربعة، إن كل بروسيسور متوصل باللي فوقه واللي تحته واللي على يمينه وعلى شماله. وفي طبعا اللي هم أول صف فما بيبقاش متوصل لفوق، آخر صف مش متوصل لتحت، وهكذا. فيعني المينيمم عندنا هنا إنه يبقى في الكورنر متوصل بس باللي تحته واللي إيه اللي قبله أو اللي بعده، يعني لو هو في الكورنر هنا هيبقى باللي قبله، لو في الكورنر هنا هيبقى باللي بعده. ده شكل الميش توبولوجي عموما، ودي السبيشال كيس لو عندنا بنتكلم عن إن عندي 16 بروسيسور، فالترتيبة بتاعتهم بتبقى بالشكل ده. التوصيلات عندنا اللينكس زي ما احنا شايفينها، وزي ما بنقول الاندكس بتاع كل بروسيسور بيبقى معايا تو اندسيز، واحد بيقول لي هو في انهي صف، والتاني بيقول لي هو في العمود رقم كام. نحاول بقى نفكر بالفكر بتاع البروبلم الأساسية عندي، إن أنا عندي الانبوت فيكتور طول وإن، وعندي element دي بدور عليه. إزاي هنعمل ده مع الميش توبولوجي اللي إحنا شفنا التركيبة بتاعته من شوية؟ لو فكرنا في البارتيشننج تكنيك اللي أنا ممكن أستخدمه بالنسبة للفيكتور بتاعنا، ممكن نقول إن إحنا هنستخدم البروك بارتيشننج، بحيث إن إيه هبص على الفيكتور اللي عندي دوت الدايمنشن بتاعه كام، ولو كان مش بيساوي عدد البروسيسورز فهنفترض ان هو هنبتدي ناخد بلوك بلوك كده نقسمهم على البروسيسورز اللي موجودين. يبقى لو سمينا الفيكتور الاساسي بتاعنا اكس فاحنا هنقسمهم على البي بروسيسورز، يبقى هحصل على اكس عددهم اكسات هنسميها سب فيكتورز، هنسميها اكس اي عددهم بعدد البروسيسورز طبعا، وكل واحد فيهم هيبقى في عدد من العناصر بناء على البروسيسورز اللي عندي والتوزيع اللي احنا بنستخدمها. بنبدا ان احنا نجرب يعني نبدا ننفذ عمليه البرودكاستنج للاليمنت الدي ده على كل البروسيسورز. بمعنى ايه يعني ايه بودكاستنج؟ احنا دلوقتي بنقول ان البروسيسور الاولاني هو ده اللي معاه الاليمنت اللي بندور عليه اللي هو دي، لكن الباقيين ما يعرفوش احنا القيمه بتاعت العنصر اللي بنبحث عنه دي بتساوي كام. فبالتالي قبل ما ابدا عمليه البحث لازم ادي نسخه من العنصر دي ده لكل البروسيسورز الموجودين عندي. طبعا فكر الميش توبولوجي من التوبولوجيز اللي بنقول عليها ان الميموري بتاعتي بتبقى منفصله، يعني مش كلهم شايفين البيانات بتاعه بعض، كل واحد فيهم ليه ميموري خاصه بيه. لو اي واحد فيهم محتاج انه يعمل اي عمليه حسابيه المفروض يا اما تبقى البيانات عنده في الميموري بتاعته، يا اما يبتدي يستقبل البيانات اللي هو محتاجها من حد تاني. عشان كده بنقول في البروبلم بتاعتنا دي المرحلة الأساسية اللي في البداية هنبدأ بيها اللي هي البودكاستنج، بمعنى إن إحنا هنبعت كوبي من الإلمنت دي ده من البروسيسور الأولاني اللي هو الإندكس بتاعه 1 1 لبقية العناصر الموجودين عندي اللي عددهم N ناقص واحد. بعد كده بنقول كل واحد بقى هيستقبل الإلمنت دي يبتدي يقارن الإلمنت اللي هو حصل عليه ده مع الفيكتور إلمنتس اللي هو موجودين عنده في الميموري بتاعته. يبقى نقول تاني إن لو عندنا فيكتور، لو الفيكتور طبعا بعدد العناصر يبقى كل بروسيسور هيبقى متوزع الفيكتور بتاعنا على البروسيسورز، كل واحد فيهم واخد عنصر من الفيكتور، وهتبقى المقارنة هنا بعد البودكاستنج ما بين العنصر اللي عنده وما بين الدي اللي هو استقبلها دي أو اللي جات له وبنبحث عنها. وده البداية اللي احنا هنبتدي نبص عليها دلوقتي. والفكر التاني ان احنا زي ما بنقول لو عندنا الفيكتور بتاعي اكبر من عدد عناصر البروسيسور فبنبتدي نقسمهم لسب فيكتورز وندي كل واحد فيهم جزء من العناصر، بحيث ان لما بعد البودكاستنج لما يعرف الدي اللي احنا بندور عليها دي بتساوي كام، هيبتدي هو كل بروسيسور لوحده سيكونشيالي
يبتدي يعمل تيستينج للألمنت دي، ده مع عنصر عنصر في البلوك اللي معاه، ويطلع لي طبعا بفاينل ريزلت في الآخر اللي هي يا ترو يا فولس. طيب عندنا هنا لو افترضنا إن الفيكتور إكس بتاعي أنا هقسمه لأجزاء، فبنقول هنا إن هيبقى البلوك الواحد سي السكوير روت إن من العناصر، بنرقمهم لو فيكتور من واحد لإن، يبقى كأني بقول إن البلوك الأولاني هيبقى من واحد اتنين تلاتة لحد جذر إن، اللي بعده هيبقى من جذر إن زائد واحد لحد اتنين جذر إن، وهكذا لحد ما نوصل للبلوك الأخير هيبقى فيه آخر عناصر منتهية بالإكس إن نفسها. لو حبينا بقى نظبطها بالآي والجي، لأن أنا عندي هنا الإندكس بتاعي ما هوش آي وخلاص، أنا عندي الإندكس آي وجي اللي صف العمود الموجودين في المش، فيبقى في الآخر الإكس بتاعتي اللي أنا هتكلم عنها دي هربط الإندكس بتاعها اللي موجود في الفيكتور اللي داخل بالإنديزيز بتاعتي اللي أنا عايز أجيبها بتاعت البروسيسورز اللي هي آي وجي. يبقى هنقول إن أول بروسيسور أنا هديله إكس واحد واحد إكس واحد اتنين لحد إكس واحد وجزء إن، البروسيسور التاني هديله البلوك اللي هو إكس اتنين وواحد إكس اتنين واتنين لحد إكس اتنين وجزء إن، وهكذا. فبالتالي الشكل بتاع المش بتاعنا لو افترضنا إن الفيكتور بتاعي زي ما بنقول عدد العناصر اللي فيه اللي هي الإن هي نفسها الدايمنشن بتاعي اللي هو المش فيه كام بروسيسور يعني، فيبقى الاندكس بتاع كل element عندي احنا هنربطه هنا او هنغيره، بدل ما بنقول ان انا عندي فيكتور من اكس واحد لحد مثلا زي المثال بتاعنا هنا اكس 16، هنبقى بنقول ان احنا عندنا الفيكتور ده هنقسمه طبعا 16 هنا جذر 16 عندي باربعة، فيبقى هنقسمه لأربعة بلوكس زي ما احنا شايفين، وهيبقى أو يعني هنقسم طبعا هنا على الصفوف والأعمدة، بحيث إن البلوك اللي هيجي البروسيسور الأولاني مجرد هيبقى فيه الإلمنت إكس واحد وواحد، لأن عدد العناصر اللي هنا عندي مساوية لعدد أو السايز بتاع فيكتور. يبقى لما نبص على العناصر بتاعتنا هنا بالإندسيز هنلاقي إن إحنا عرفنا نوصل بطريقة أقدر لما أتكلم على البروسيسور أو جي، يبقى هقول إن أنا بتعامل مع الإلمنت الموجود عنده في الميموري بتاعته اللي هو إكس أي وجي برضو زي ما شايفين كده، لما ماتشنج ما بين الإندكس بتاع البروسيسورز هو أنهي صف وأنهي عمود مع الإندكس بتاع الإلمنت، كما لو كان إن إحنا قسمنا الفيكتور بتاعنا لسب فيكتورز وكل سب فيكتور اديناه للصف من الصفوف اللي موجودة عندي في المش وزعناه عليهم يعني. فبالتالي لو مشينا بالفكر ده هنلاقي إن أول عنصر هيبقى عندي أول بروسيسور متخزن في الميموري بتاعتها، والعنصر التاني في الميموري بتاع تاني بروسيسور، العنصر التالت عند البروسيسور التالت، والرابع عند البروسيسور الرابع. نيجي على ويبقى ده أول سب فيكتور، السب فيكتور التاني هنوزعه على البروسيسورز اللي في الصف التاني، فبالتالي العنصر اللي كان خان موجود عندي في الخانة الخامسة في الإكس بتاعتي بقى دلوقتي أنا مسميه مديله إندكس جديد اسمه إكس اتنين واحد، وحطه عند البروسيسور اللي بيبدأ الصف التاني أو واحد في الصف التاني اللي الإندكس بتاعه اتنين واحد، وهكذا. لو مشينا بنفس الفكر ده في الكيس بتاعتنا هنا، لما يكون عندي الفيكتور طوله 16 المش بتاعتي 4 في 4، فيبقى كل بروسيسور معاه element واحد من الفيكتور، وزي ما اتفقنا بنفس الاندكس بتاع الاكس هيبقى مناظر للاندكس بتاع البروسيسور. فبالتالي امتى هقول ان الريزلت بتاعتي true او false؟
هنستخدم متغير هنسميه R اللي هو في الريزلت بتاعتنا، وبرضو هنمشي بنفس الانديسيز بتاعتنا، يعني هيبقى عندي R of I و G، هيبقى ال R ده vector في 2 dimensions اللي هما 2 dimensions بتوع الميش بتاعتي، بحيث ان ال R of I و G دي هتبقى equal to 2 لو حصل ان ال condition بتاعي لما نبتدي نعمل testing لل X اللي موجودة عندي في ال I و G طلعت بتساوي ال D، لكن هتبقى false otherwise، بمعنى ان كل بروسيسور عندي هيبتدي يبص على الاكس اللي بنفس الاندكس بتاعه، خلاص احنا جبنا الاندكس بتاعه اللي موجوده في الصف والعمود بتاعنا في الاكسات الجديده اللي احنا قسمناها لسب فيكتورز يعني، وهيشوف الدي اللي جات له بعد البودكاستنج ويقارنهم ببعض، لو لقاهم بيساوي بعض يبقى هيقول ان الريزلت بتاعته هو بتاعت المقارنه اللي هي اسمها R of I و J بنفس الاندكس بتاعه بتساوي true. لو ما حصلش الايكواليتي دي يبقى هيخلي الريزلت بتاعته بتساوي false. طبعا بعد ما نعمل كده المفروض بقى نجمع الفاينل ريزلت، احنا مش بنفضل نبص عليهم كلهم، احنا لما بنيجي نبص على الريزلت بتاع الالجوريزم لازم يبقى عندي يونيك ريزلت، يعني حاجة فاينل في الآخر. وكنا متفقين دايما في الألجوريثمات بتاعتنا إن نخلي البروسيسور الأولاني هو اللي ببص عليه وشوف النتيجة النهائية بعد ما بيخلص الستبس بتاعة البروسيسنج عندنا، فيبقى الريزلت المفروض في الماش توبولوجي هلاقيها عند B11. يبقى محتاجين إن إحنا نعمل حاجة اسمها جذر، جذر هنا يعني عايزين نجمع، دي عكس البودكاستنج اللي في الأول. تجمع ايه؟ تجمع السب ريزلتس الموجوده في الار اي و جي دي بحيث ان انت تحصل على الفاينل ريزلت بتاعتك موجوده في الار 11 اللي هو الفاريبل بتاع الريزلت اللي موجوده عند البروسيسور بي 11. يبقى احنا كده الفكر بتاعنا في حال الالجوريزم بتاع السيرش باستخدام الميش توبولوجي، اول حاجه ان احنا هنحتاج نعمل بارتيشننج، وهنعمل بعدها كمان بودكاستنج، وبعدها كومبير. الخطوه الاولانيه عندنا هي مكونه من ثلاث حاجات، بارتيشننج ان احنا هنبتدي نقسم الفيكتور بتاعنا على الدايمنشن بتاعه الماتش توبولوجي بتاعي، تاني حاجه هنعمل بودكاستنج يعني هنوزع الفاليو بتاعه الاليمنت دي اللي انا بدور عليه ده على كل البروسيسورز، طبعا ستارتنج فروم البي 11 اللي معاه دي هنبدأ نبعت كوبي لكل البروسيسورز التانيين الموجودين في الميرج. الصب أو الستيب الثالثة هنا أو يعني جزء من الستيب الأولانية، المرحلة الثالثة إن إحنا هنعمل كومباريزون، كل واحد فيهم هيشوف الإيليمنت الموجود عنده من الفيكتور فاليو بتاعته كام مع الإيليمنت اللي هو جاله دوت كبرودكاستنج، يقارنهم ببعض، لو بيساووا بعض هيخلي الريزلت بتاعته ال R و I و G بتساوي true، لو مش بيساوي بعض هيخلي ال result بتاعته بتساوي false. في الفيز التاني في المرحلة التانية هنبتدي نجمع النتائج ال R I و G الكتيرة اللي موجودة على كل البروسيسور دي، نجمعهم بحيث إني أخلي ال final result بتاعتي عند متخزنة في ال R 11 اللي موجود عندي في الميموري بتاعة البروسيسور بي 11. ده الفكر بتاع الحل بتاعنا، عايزين نبتدي نشوفه هيمشي ازاي كده بالارقام او بالاندسيز بتاعه البروسيسور، ونبتدي نكتبه كده بالسي دي كود ينفذ الفكره اللي احنا بنقول عليه. فيبقى انا لو عندي الميش توبولوجي اللي هو 4 في 4 بنفس الاندسيز اللي اتفقنا عليها، الصف الاولاني كله الرقم الاولاني واحد والاعمده هي اللي بتتغير 1 2 3 4 وهكذا. البرودكاستنج بيتم ازاي؟ ان لو عندي element دي اللي موجود في أول processor B11، أول خطوة هيبتدي ال B11 يبعت لي اللي جنبه نسخة من ال D، دي أول step هنا في ال broadcasting. من هنا هيبقى معايا اتنين processors معاهم copy من ال D، نقدر بقى دلوقتي parallel نخلي كل واحد فيهم يبعتها لحد من ال neighbors بتوعه، يبقى المرحلة الثانية أو step تانية إن البروسيسور B11 in parallel with the processor B12 هيبعتوا نسخة من ال D لل neighbors اللي تحتهم، اللي تحت B11 اللي هو B21 والتاني اللي هو 12 هيبعت للي وراه اللي هو ال B22 نسخة من ال D.
نكمل بقى الفكرة بتاع البودكاستنج. هنقول يبقى هنخلي الاتنين دول يبعتولي للبروسيسورز اللي وراهم، يبقى بي واحد اتنين هيبعت لبي واحد تلاتة في نفس الوقت، البارالل بي اتنين اتنين هيبعت نسخة من الدي لبي اتنين تلاتة. نرجع بعد كده نمشي على إن العمود ده، العناصر اللي في العمود ده اللي معاها نسخة من دي تبعت اللي في الصف ده، تبعت للصف اللي وراها. البودكاستنج هنا هيبقى متحرك من العمود رقم اتنين لعمود رقم تلاتة، من الصف رقم اتنين للصف رقم تلاتة على مستوى الأعمدة اللي موجود فيها العناصر اللي اوريدي اتوزعت. يعني أنا عندي هنا في المرحلة دي 3 بروسيسورز معاهم نسخة من دي في الصف التاني، هخليهم يبعتوا للتلاتة اللي وراهم في الصف التالت. بتحرك هنا على مستوى العمود الأول والعمود التاني والعمود التالت. نروح بعد كده نكمل البرودكاستنج. هنخلي العناصر اللي موجودة في العمود التالت تبعت للعناصر الموجودة في العمود الرابع اللي معاهم الدي طبعا، فيبقى متحرك على مستويات الصفوف الأول والتاني والتالت. وأخيرا هنخلي الصف التالت يبعتوا كلهم للبروسيسورز اللي في الصف الرابع، وهنتحرك هنا في المستويات بتاعة الأعمدة كلها، الأولاني والتاني والتالت والرابع. بكده نكون عرفنا نعمل بودكاستنج للإليمنت بداية من البروسيسور بي واحد، بحيث وصلنا في الآخر إن كل البروسيسورز اللي عندي في الميش توبولوجي معاهم نسخة من الدي. يبقى لو تابعنا كده الأسهم ماشية ازاي، يبقى هنلاقينا مرة بنمشي على الصف، ومرة يعني كل واحد بيدي للعنصر اللي في نفس الصف معاه بس في العمود اللي وراه، ومرة تانية بنمشي على مستوى الأعمدة. من الصف الواحد هيبعت اللي وراهم في الصف اللي بعده على مستوى الأعمدة اللي فيها نسخة من الإليمنت خلاص، وبتبتدي تعمل برودكاستنج. الباراليزم طبعا هنا في الليفل الواحد، يعني السهمين دول مع بعض، يعني الاثنين دول بيشتغلوا الباراليزم. هنا برضو السهمين مع بعض، يبقى الاثنين دول هم اللي بيبعتوا الرسائل الباراليزم في نفس الوقت. التانيين دول هم الاثنين الباراليزم هيستقبلوا دي اللي جاية لهم دي. يبقى كل رسمة من دول دي مرحلة وراها مرحلة تانية وراها مرحلة تالتة، بس بنشتغل الباراليزم هنا في المرحلة الواحدة في السندنج والايه والريسيفنج. وزي ما قلنا كده ممكن نبص لهم بصة تانية، ان احنا مرة بنشتغل على الصفوف ومرة بنشتغل على الأعمدة. في السلايد دي بس مجرد قعدنا ترتيب الرسومات بحيث نحاول ان احنا نجيب بسيدو كود او فورمولا واحدة لكل جزء من البروسيسنج اللي بيتم. انا عندي 6 حالات أو بتحصل هنا في الكيس لما عندي بروسيسور المش بتاعي في 4 في 4، بس 3 منهم كانوا على مستوى الصفوف و3 على مستوى الأعمدة. فأنا ممكن أعمل 2 فور لوب بحيث إن أعرف أظبط الإندكس بتاعي، مرة أشتغل على الصفوف ومرة أشتغل على الأعمدة. إزاي؟ إن إحنا هنبتدي نستخدم إندكس I وإندكس J. هنا احنا بدأنا من اول واحد فيهم، يعني الاي بتاعتي بواحد، هتلاقيها مشيت بعد كده لما الاي باتنين ولما الاي بتلاتة. حصل ايه؟ ان كل واحد فيهم بعت للي وراه. طبعا الاربعة ما بعتش حاجة، فعشان كده بنقول هنا ان in general عندي الفور الاي من اول واحد، يعني initial value بتاعتي الاي هتبدأ بواحد وهتبتدي تتكرر لحد لما توصل لمين؟ 3 هنا اللي هي 4 ناقص 1، يعني جذر ان ناقص 1. طبعا ان عندي هنا 16، فبالتالي السكوير بتاع 16 يديني 4 ناقص 1 تديني 3 اللي هي اللي احنا شايفينه قدامنا هنا. بالنسبة للجي احنا اول مرة بدأنا بايه؟ 1، وبعدين مشينا 2، وبعدين مشينا 3. مين اللي شغال هنا in parallel؟ يعني أول مرة واحد بس هو اللي بعد، فما كانش في parallelism أوي، قلنا بس أول step. لكن الثاني step هنا في 2 شغالين هو in parallel،
عشان كده بنقول هنا ال 4G equals 1 to I do parallel. ال I أول مرة لما بواحد يبقى ما عندوش خط وصص واحد اللي هي السهم الأولاني ده، لكن في تاني مرة بنقول عندنا إيه؟ عندنا اتنين بيبعتوا in parallel. يبقى لما نقول 4G من واحد ل I، تاني مرة ال I باتنين، معناها هو في سهمين. تالت مرة لما أقول الـ G عندي من واحد لتلاتة، في تلات أسهم هم بيتحركوا. طبعا الكلام ده هنا وهنا كمان، بس هنظبطه مع بعض في اللوكس. أنا همشي من كام، هبدأ من كام لحد فين عشان أظبط الدنيا. تمام، إحنا دلوقتي بندور على إيه يا شباب؟ بندور على فورمولا اللي هي بتاعت السند، ومن الناحية التانية هنعمل طبعا فورمولا إيه للريسيف، نظبط الإنديزيز بتاع الـ I والـ G مع اللوكس اللي احنا بنستخدمه. يبقى نجرب كده لما نيجي نعمل تيستنج على البروسيسور اللي بيستقبل والبروسيسور اللي بيبعت مع الانديسيز مع التولوكس ده، الدنيا هيبقى شكلها ايه. المعادلات اللي احنا شايفينها دي او البروسيجر كود اللي هو يعني مش معادله قوي يعني، نقول بس مظبطين الاندكس بتاعنا بحيث ان احنا نعمل ايه. قلنا هنقسمها على نصين، هنعمل رو روتيشن وهنعمل كولوم روتيشن. لو بصينا على الثلاثه رسومات قدامنا دول بتوع الرو روتيشن، وعملنا تريسنج كده للاي والجي اول مره لما الاي بواحد، طبعا دي سيكونشال عشان زي ما قلنا احنا هنعمل ايه الستيب الاولانيه دي وبعدين الثانيه وبعدين الثالثه، لكن الباراليزم هنا في الاسهم. فلما الاي بتاعتي بواحد اللي هي الرسم الاولانيه، الجي هناخدها من واحد لواحد تو باراليل. اعمل ايه؟ زي ما قلت اول مره مفيش صوت تاني، لكن بعد كده الباراليزم هيبان. اول مره عملنا هنا ايه؟ خلينا الاي واحد واحد، لو عوضنا هنا الجي بواحد والاي بواحد، البي واحد واحد هيبعت send D لمين؟ to BJ و I plus 1. إحنا هنا لما هنعوض على الـ J1 والـ I1 هنلاقي إن الـ B1 واحد بعت لـ B1 اتنين. طب نغير كده بقى، لما الـ I بتاعتي باتنين اللي هي الرسمة التانية دي هيحصل إيه؟ هنقول عندنا J1 و J2 in parallel، يعني لما الـ J1 يبقى عندي البروسيسور اللي هو بي واحد واتنين هيبعت الدي بتاعت المين دي بي واحد وتلاتة. اتنين هنا اللي هي هتتزود، الاي بتاعتي هتتزود واحد هتبقى تلاتة. في نفس الوقت ان بارلل هيحصل ايه؟ ان البي اتنين اتنين هيبعت الدي بتاعتي لبي اتنين تلاتة. لما هناخد الاي بتلاتة اللي هي المرحلة التالتة هنا، هتلاقي البارلل لوب على الجي هتشتغل واحد اتنين وتلاتة، هتخلي لي التلاتة بروسيسورز دول اللي هم لما الجي بواحد واتنين وتلاتة مع الاي بتاعتي هيبعتوا للي وراه. هنا زي ما انتم شايفين الجي واخدة واحد واتنين وتلاتة، الاي عندي بخلي البي جي واي بيبعت للبي جي واي بلس 1 اللي هي التلاتة. البي واحد تلاتة هيبعت الواحد واربعة، اتنين تلاتة هيبعت اتنين واربعة، تلاتة وتلاتة هيبعت ايه؟ تلاتة واربعة. يبقى الاتنين لوكس دول لما هنكتبهم ورا بعض ونحط جواهم الانستراكشن دي اللي هي بي جي واي سند دي تو بي جي واي بلس 1، دي هنعمل بيها رو برودكاستنج او إن إحنا بنعمل حاجة اسمها روتيشن. بنبعت العنصر بداية من البي واحد واحد للباقيين اللي معانا. طب فاضل التلاتة التانيين دول بقى، عايزين نستخدم الكولوم روتيشن بتاعنا ونشتغل على الأعمدة. هنقول إن جوه نفس الكور بتاعتي دي، بس كأني بقى هعكس الـ I والـ G هنا، هستخدم إن الـ I هيبقى الإندكس بتاع الثقوب والـ G هيبقى هو الإندكس بتاع الأعمدة، وابتدي استخدم الفور لوب بتاعتي. بس هنلاحظ بقى ايه، احنا هنا كان عندنا اربعة، هنا كان عندنا تلاتة، هنا عندنا اتنين، يعني لازم نخلي بالنا من الاندسيز اللي هنا. عشان كده بدأنا الجي بتاعتي من اول واحد لحد مين؟ لحد اي بلس وان. نجرب كده لما الاي بواحد هتبقى الجي عندي من واحد لكام؟ اتنين.
يبقى أنا دلوقتي في أول مرحلة أهو. ده أنا عندي 2 شغالين in parallel. طب الاتنين دول اللي هما الإندكس بتاعهم كام وبيبعتوا لمين؟ لما ال i عندي 1 و j 1 يبقى ال b 1 1 هيبعت لمين؟ 1 زائد 1 يعني b 2 1 زي ما احنا شايفين هنا. و in parallel ال b 1 2 هيبعت لمين؟ لل b 2 2. نعمل بقى تريسنج بنفس المنظر كده، هنزود الجي بتاعتنا بدل 1 هتبقى ب2، يبقى انا عندي سوري هنزود الاي بتاعتي بدل 1 هتبقى 2، يبقى عندي الجي بتاعتي من 1 لحد 2 زائد 1 يعني 3. هتلاقي في عندك هون الثلاثة بروسيسورز دول بيبعتوا للثلاثة اللي وراهم. هنزود الجي كمان، هنزود الاي عشان مش احنا الاي اللي هي الفور لوب الاولانية دي اللي هي شغالة معانا سيكونشال، مرة هننفذها هنا ومرة هننفذها هنا. فيبقى لما الاي عندي بواحد والجي بواحد، لقيت ان في 2 عندي بروسيسور شغالين بارلل، بي واحد وواحد والبي واحد واتنين بيبعتوا للايه للي وراهم في الصف التاني. لما الاي بتاعتي تبقى ب2 هيبقى عندي هنا الجي من 1 لـ3، هيبقى عندي 3 بروسيسورز اللي في الصف التاني بيبعتوا للثلاثة اللي وراهم اللي في الصف الثالث. لما الاي تتحرك لـ3 اللي هي جذر 4 ناقص 1، والجي بتاعتي هتبقى من 1 لـ4 يعني معناها الأربعة بروسيسورز اللي في الصف الثالث هيبعتوا للأربعة بروسيسورز اللي وراهم اللي في الصف الرابع. بكده يبقى عندنا مرحلة البودكاستنج هنستخدم فيها 1 sequential loop جواها 2 parallel loops، واحدة عشان تستعملي رو روتيشن كده والتانية دي الكولوم روتيشن. تبعت لي مين العناصر او مين البروسيسورز اللي بيبعتوا النسخه من دي اللي عندهم البروسيسورز الليبرز بتوعهم، سواء بقى كانوا في ايه في الصفوف او في الاعمده زي ما شفنا. دي اول حاجه عندنا اللي هي البودكاستنج. نقول بقى عكسها اللي هو الجاذرنج، ازاي على الميش توبولوجي نقدر ان احنا نجمع قيمه موجوده عندي في احد النتائج اللي احنا طلعنا بيها متخزنه مع كل بروسيسور لوحده. عايزين نطلع بالاخر بفاينل ريزلت ار واحده بس موجوده عندي في البي 1 1 اللي هو اول بروسيسور عندي في التوب في الكون اللي فوق. يبقى بدايه احنا بادئين ان كل بروسيسور فيهم مخزن الريزلت بتاعته ار بتاعته بنفس الاندكس اللي هو بتاع البروسيسور. عايزين نعمل جاذرنج البيانات دي، ف يبقى هنقول هنبدأ الصف الأخير ان parallel كلهم يبعتوا للصف اللي قبله النتيجة بتاعتهم. يبقى ال B41 هيبعت ل B31 في نفس الوقت، ان parallel B42 هيبعت ل B32 وال B43 هيبعت ل B33 وال B44 هيبعت ل B34. كل واحد فيهم هيبعت ال R بتاعته. يعني طبعا لو في المثال بتاعنا بتاع السيرش طبعا دي بتاعت الجاذرنج عموما لأي فاليو احنا عايزين نجمعها، لكن لو بنتكلم سبيشالي على السيرش يبقى كل واحد فيهم معاه ايه نتيجة الاختبار اللي هو يا ترو يا فولس، هيبعتها للنيبر بتاعه، النيبر بتاعه هيستقبل النتيجة ويبعتها وهكذا. هنمشي برضه بنفس الفكرة ان مرة على الصف مرة على الأعمدة. احنا من الليفل ده بقى عندي دول بعتوا الريزلت بتاعتهم دول، هنبتدي هنا نمشي ان المجموعة اللي عندي في الناحية دي هيبعتوا للباقيين اللي قبلهم. نرجع تاني نمشي على الصف التالت هيبعتوا للصف التاني. احنا طبعا بنجمع البيانات عشان نحصل على نتيجة نهائية. هنا هنخلي العمود التالت يبعته للي جنبهم في العمود التاني، وأخيرا هنخلي اللي في الصف التاني يبعته للي في الصف الأول. ويبقى فاضل لي آخر حاجة إن ال B12 يبعت ال result اللي هو حسبها لل B11، وال B11 هياخد دي مع اللي عنده يطلع بال final result. في التريسنج هنشوفها بال true بال false وهنقيم ونفهمها ونحس بيها أكتر الدنيا بتبقى إزاي. لكن هي القصة إن في الجذرنج عموما إن كل بروسيسور بيبعت النيبر بتاعه الريزلت اللي عنده، والتاني بيستقبل ويبتدي يطبق الأوبريشن اللي إحنا عايزين نعملها. يعني بشوف الريزلت بتاعتي مع الريزلت بتاعتك وأطلع منهم بريزلت جديدة هي دي اللي هتبقى معايا وهبعتها للنيبر بتاعي وهكذا.
نعمل نفس قصة إن إحنا نجمع الصفوف سوا والأعمدة سوا عشان نظبط لها الفيديو كول بتاعنا، وبالتالي هيبقى عندي الفور جروب الأولانية اللي هي السيكوينشال معايا الأي هيبدأ زي ما انتم شايفين. إحنا بدأنا كده من إيه، من الآخر الأول، فيبقى هنستخدم من أول سكوير إن داون تو تو. إحنا هنا في الصفوف بدأنا من الصف الرابع، وبعدين بقى معانا الصف الثالث، وبعدين الصف الثاني. الصف الأولاني دول مش هيبعتوا حاجة، مفيش حاجة فوقيهم، فعشان كده قلنا وقفنا عند 2، إن آخر مرحلة في الصفوف هنا هنبقى بادئين من 2. طيب أدي الأي بتاعتي، نشوف الفور جي بقى. لما الجي عندي لما كنا صف 4 حصل إيه؟ الأربعة اشتغلوا in parallel، يعني اشتغلنا من أول واحد لحد الأربعة، وقلنا إيه هيبعتوا، يبقى الـ PI و G هيبعت الـ result بتاعته اللي هي I و G لمين؟ للبروسيسور اللي موجود في الصف اللي فوقه. في الصف اللي فوقه يعني الـ index I بتاعي هيبقى I minus 1. طيب اللي أنا هبعته ده المفروض إن اللي هناك بقى اللي موجود في المكان PI minus 1 و G ده اللي استقبل الـ result اللي جات له يشوف الـ result اللي عنده كام، وهيطبق الاور على الريزلت الايه بتاعته مع الريزلت اللي استقبلها، الريزلت بتاعته مع الريزلت اللي استقبلها، ولما يطبق الاور هيطلع بنتيجه جديده. هي دي اللي المفروض تبقى النتيجه الحديثه بتاعته. تاني انا عندي البروسيسور بي اي ماينس 1 وجي هيستقبل الاور اي وجي اللي هي ترو او فولس. طيب وهو كان حاسب الريزلت بتاعته ار اي ماينس 1 وجي اللي هي برضه ترو اور فولس. انا عايز اقول ايه، لو انت لقيته او انا لقيته خلاص يبقى الفاينل ريزلت بتاعنا ترو. طب لو احنا ما لقيناهوش احنا الاثنين خلاص يبقى الفاينل بتاعتنا فولس. فاحسن اوبريشن نستخدمها عشان نجمع بيها البيانات في الحاله بتاعتنا بتاعت السيرش هي الاور. طبعا هنا معانا ترو وترو او ترو فولس، يعني بنتكلم في اللوجيك، يبقى يعني اطبق الاور اوبريتور على الـ values اللي موجودة عندي اللي هي true أو false في الـ R of I minus 1 و G مع الـ R of I و G، و result اللي تطلع هي دي هتبقى جديدة، كأن كل processor بيستقبل عندي النتيجة بتاعة الـ neighbor بتاعه ويبتدي يعمل updating للنتيجة اللي عنده بناء على إيه؟ على إنه زميله اللي جنبه ده قال له أنا لقيت العنصر ولا ما لقيتهوش. بيقارن بقى هو مع اللي معاه كده ويطبق الاور ويطلع بنتيجه جديده. النتيجه الجديده دي اللي بياخدها برده بيبعتها للنيبر وهكذا. يبقى لحد دلوقتي احنا وصلنا ان عندنا خلصنا الايه الليفل ده، وكل واحد فيهم بعت كل مجموعه موجوده في صف عندي بعتت للصف اللي فوقه، وطبق اللي استقبل ده طبق الاور اوبريشن على الريزلت اللي جات من اللي عنده وطلع بريزلت جديده بعتها اللي فوقه لحد الصف الثاني ما بعت الصف الاولاني. طيب نظبط بقى السلوك بتاعنا عشان نعكس كده ونشتغل على الاعمده. احنا في اول حاجه هنا بدانا عندنا لما كانت الاي ب4، مين اللي اشتغلوا هنا في العمود الرابع؟ البي 1 4 و2 4 و3 4. يبقى احنا بدانا الجي بتاعتنا من 1 لحد مين؟ لما كانت اي ب4 وقفنا عند 3، يبقى خلينا لحد i minus 1. دو ان بارالل كل واحد فيهم هيبعت لمين؟ للبروسيسور اللي في العمود اللي قبله. يبقى انا هنا هنقص فين؟ في الاندكس الثاني بتاع الاعمده. يبقى عندي البي جي واي هو اللي هيبعت الريزلت بتاعته اللي هي الار جي واي للبروسيسور اللي الليبر بتاعه اللي في العمود اللي قبله اللي هو الاندكس بتاعه بي جي واي minus 1. بقى البي جي اي بي جي واي ماينس 1 ده لما هيستقبل الريزلت اللي جات له اللي هي من البروسيسور اللي جنبه في العمود اللي وراه اللي اسمها ار جي واي، هيطبق عليها الاور اوبريشن مع الريزلت بتاعته، الريزلت بتاعته اللي هي بنفس الاندكس ار جي واي ماينس 1، يطلع بحاجه جديده يخزنها عنده عشان هي دي اللي هيبعتها بعد كده. لما هنقول لما الاي بتاعتي بدل 4 بقت ب3، يبقى الجي بتاعتي بقت من 1 لحد 2، ويبقى احنا شغالين على الحالتين دول. لما الاي بتاعتك بكام؟ 2 ولا ب3؟ احنا بدأنا الاي
بكسر ال N اللي هو 4، وبعدين ستيب تانية ال I بإيه؟ باللي قبلها، لأن داون 2 يعني 3. طيب وال G هنا هتمشي من كام؟ من 1 لإيه؟ لـ2. يبقى هيبقى عندي البروسيسور بي 1 3 و in parallel في نفس الوقت البروسيسور بي 2 3 بيبعتوا للنيبرز بتوعهم اللي في العمود اللي قبله اللي هم بي 1 2 و بي 2 2. وكل واحد من دول هنا اهو هيستقبل الار اللي جات له، يعمل لها اور مع الار بتاعته ويطلع بار جديد. نيجي على الليفل ده، لما الاي وصلت عندي باتنين هيبقى الجي من كام؟ من واحد لاتنين ناقص واحد يعني واحد، يعني بروسيسور بس واحد اللي هيشتغل اللي هو مين؟ اللي هو بي 1 2. هيعمل ايه؟ هيبعت لبي 1 1. تمام كده احنا عملنا ايه؟ عملنا برودكاستنج، بعتنا الاليمنت دي ليهم كلهم. بعد كده قلنا كل واحد بيستقبل الاليمنت دي بيبتدي يختبره مع الاكس اللي معاه من الفيكتور ويطلع بريزلت، يحطها في الار اللي بنفس الاندكس يعني بي اي وجي، هيحط الريزلت بتاعته في ار اي وجي. وبعدين جمعنا النتائج زي ما شفنا، خلينا كل بروسيسور يبعت للنيبر في مراحل عملناها ان بارلل، ومشينا شوية على الصفوف وشوية على الأعمدة لحد لما وصلنا للفاينل ريزلت بتاعتنا، هتبقى اسمها R11، متخزنة عندي في الفاريبل اللي اسمه R11 اللي في الميموري بتاعت البروسيسور B11. نجمع كده البروسيجر كود اللي احنا كنا كاتبينه على الرسومات ونبتدي نكتب الالجوريثم بتاعنا بالكامل. يبقى انا عندي الالجوريثم بتاعي اللي هو بارلل سيرش اور اون ان بروسيسور بتوع ميش توبولوجي. الانبوت عندي جيفن اري او فيكتور وان دايمنشن، فيكتور وان دايمنشن اري اللي هي اكس، بس هنحطها بالشكل اللي هو اكس اي وجي، بحيث ان الاي وجي دي بتساوي من واحد لجذر ان، عشان نقول ان هي stored في الميش، بحيث ان كل بروسيسور بي اي وجي stores the element x i و j. كمان معانا كانبوت الاليمنت اللي بنبحث عنه اللي هو دي، ده stored في البروسيسور الاولاني اللي هو بي 1 1. ده الانبوت اللي عندنا. الاوتبوت هيبقى true لو حصل ان الاليمنت دي ده belong او exist في الـ x، otherwise هيبقى false. البروسيسنج ستيبس عندنا هنا إن في البدايه، هنفترض بس لو انا عندي من الأول خالص طلع البروسيسور واحد بيساوي دي، يبقى مفيش داعي أخش على اللوبس اللي إحنا بنقول عليها دي. هنعملها ستيب سيبارت كده، إن بي 1 1 هيعمل إيه؟ البروسيسور بي 1 1 لوحده هيسأل لو الإكس اللي معاه اللي هي إكس 1 1 بتساوي دي، يبقى ساعتها هيطلع الريزلت بتاعته اللي هي آر 1 1 equals true، إلس هتبقى الآر 1 1 equals false. بعد كده هنكمل بقى اللي إحنا قلناه اللي هو خاص بالبروكاستنج والسندنج والريسيفنج مع التستنج والجذرنج اللي في الاخر. اللي احنا كاتبينه دلوقتي ده اللي قلنا عليه خاص بالايه، ان عندي element دي وعندي البروسيسورز من اول فور الاي من واحد لحد روت ال n ماينس 1. هنبتدي ان بارلل ونستخدم من جي من واحد لاي، نخلي البي جي واي يعني سندنج للدي للليبر بتاعه اللي في الاندكس بي جي واي بلس 1. الثاني اللي هو استقبل، اللي هيستقبل اللي هو بي جي واي بلس 1 هيبتدي يرسيف الدي من البي جي واي، يعمل التست بتاعه اللي هو الايف كونديشن. لو الاكس اوف جي واي بلس 1 ايكوالز الدي، then هيغير الريزلت بتاعته اللي يخلي لي الار اوف جي واي بلس 1 ايكوالز ترو، else هيخلي الار اوف جي واي بلس 1 ايكوالز فولس. لو تفتكروا كان عندنا فور لوب تانية، يعني كان في واحدة للصفوف وواحدة للأعمدة، في فور تانية ان بارلل برضه جوه الفور السيكونشال دي شغالة على الجي من واحد لـ i بلس 1، هتتنفذ ان بارلل، خلي البي اي جي يبعت لي الاليمنت دي للليبر اللي هو بي اي بلس 1 وجي، والبي اي بلس 1 وجي ده لما هيستقبل هيعمل ريسيف للدي فروم البي اي وجي، هيبتدي يعمل تيستنج، هيسأل if x بلس 1 وجي equals D، then هيحسب لي الريزلت اللي هي R plus 1 وجي equals true، else هيطلع بالريزلت بتاعته R plus 1 وجي equals false. ده كان البودكاستنج مع التستنج.
فاضل بقى ان احنا نعمل ايه الجاذرينج اللي كنا اتفقنا عليه من شويه، ان عندي فور لوب اساسيه اللي هي السيكوينشال لوب الاي بتاعتي جذر ان داون تو تو، هنبقى جواها اتنين فور لوب امبارلل، واحده للصفوف وواحده للاعمده. الاولانيه هتاخد الجي من 1 لحد جي لحد 1 لحد اي امبارلل، هخلي البي اي وجي يعمل سند الار اي وجي تو بي اي ماينس 1 وجي، والبي اي ماينس 1 وجي هيعمل ريسيف للار اي وجي فروم البي اي وجي، وبعد ما يعمل لها ريسيف يطبق الاول اوبريشن عشان يغير الريزلت. الريزلت الجديده هتبقى الار اي ماينس 1 وجي هتبقى ايكوال للار اي ماينس 1 وجي القديمه اور ار اي وجي. اللوب الثانيه اللي هي من جي equal 1 to i minus 1 هتتنفذ in parallel، هنخلي ال b g و i يعمل sending ال r g و i لل b g و i minus 1، و ال b g of g ال b of g و i minus 1 هيعمل receive لل result r g و i from b g و i to evaluate the result final بتاعته حاليا يعني في الستيب دي، اللي هي هتبقى ال r g و i minus 1 equals over between الريزلت القديمة اللي عنده ال r g i minus 1 وال r g و i. أخيرا بعد ما هنخلص كل اللوب دي هنحصل على ان الريزلت بتاعتي في r 1 1 1 r 1 1 اللي موجودة في b 1 1، هنخلي البروسيسور b 1 1 بس يعمل لي return للريزلت بتاعته. بكده نكون خلصنا البسيتي كود بتاع البارالل سيرش ألجوريثم باستخدام الميش توبولوجي. عرفنا ازاي نعمل بودكاستنج للإلمنت اللي بندور عليه، وازاي ان احنا نبتدي كل واحد بيستقبل الإلمنت دي يعمل التستنج بتاع الإيكواليتي ويغير الريزلت بتاعته بتشور وفوز ويبعتها، وقلنا بعد كده اللي بيستقبلها ده هيشوفها مقارنة باللي عنده شكلها ايه، ويبتدي يطبق الاور اوبريشن يطلع بالنتيجة الجديدة. واخيرا بنعمل جازرينج، بنجمع البيانات بتاعتنا اللي هي الارات اللي موجودة في كل البروسيسور لوحده دي عشان نحصل على الفاينل ريزلت بتاعتي في ار 1 1، وبنخلي البي 1 1 يعمل ريتيرن ليه. لو عملنا analysis للالجوريثم بتاعنا في الران تايم عندنا احنا 4 steps هما T1 و T2 و T3 و T4. الأولانية كانت الأوردر بتاعها just 1، الثانية كانت order square يعني كان 4 sequential والأوردر بتاعها square root n، والثالثة برضه كانت 4 sequential والأوردر بتاعها square n، والأخيرة بتاعت return دي order 1، يبقى الماكسيمم بتاعهم اللي هو ايه square n. كوست هنا لو ضربنا سكوير ان في عدد البروسيسورز ان اللي احنا مستخدمينهم يبقى طلع عندي اوردر اوف ان سكوير روت اوف ان. كستورج احنا هنا عندنا الفيكتور بتاعنا اوف اوردر ان. تعالوا كده نعمل تريسنج للالجوريثم بتاعنا. لو الفيكتور فيه الارقام 16 رقم اللي احنا شايفينهم وعايزين نبحث عن الاليمنت دي اللي بيساوي 14، نبدا كده بالتستنج بتاع الفيرست اليمنت. ادي العناصر طبعا متوزعه زي ما قلنا، هنقسمها كده بلوكات يبقى اربعات، الاربعه الاولانيين في اول صف، الاربعه التانيين في تاني صف، وهكذا. فتبقى التوزيع عندي بالشكل ده، بحيث زي ما كنا بنشرح كده ان العنصر الخامس هيبقى هو اول عنصر في الصف الايه التاني. الستيب 1 كانت بتعمل تيستينج للفيرست اليمنت، هل 5 بتساوي ال 14؟ لا ابوس. يبقى بنكمل بقى الالجوريثم بتاعنا بالفكر ان احنا نوزع العنصر بتاعي بالكاستنج وننفذ الكومباريزون. اول واحد اتفقنا ان هو معاه الريزلت بتاعته فولس، هيبتدي يبعتها للي جنبه. اللي جنبه بيعمل ايه؟ طبعا كل واحد فيهم المفروض انه هيبتدي يشوف العنصر اللي جوه اللي معاه مع الايه مع ال 14 يقارنه ويشوف النتيجه ومع اللي بيستقبلها، ونشوف ايه الفاينل ريزلت بتاعتنا هتطلع شكلها ايه. فبالتالي سواء بقى فولس او ترو على حسب الاور ما بتطبق، هتلاقي الدنيا بتاعتنا مشيت
في الجزر جمعت لنا النتيجة كلها. لكن خلينا بس الأول نحسب النتيجة إزاي. إحنا قلنا إن كل واحد فيهم هيبعت ال D والتاني هيستقبل ال D يقارنها باللي عنده ويحسب ال R بتاعته. فهنا في الرسمة دي أول حاجة البروسيسور B12 عمل إيه؟ استقبل ال D اللي هي ب 14 من ال B11 وشافها مع الرقم اللي عنده، لقاها ما بتساويهاش، فخلى الريزلت بتاعته بإف. يروح بعد كده هيحصل إيه؟ قلنا هيخلي الاتنين دول يبعتوا ال D اللي عندهم للاتنين اللي إيه اللي وراهم هنا. طب ده هيجيله 14 وهو 7 ما بتساويهاش، يبقى هتبقى الريزلت بتاعته بإف. ده 14 جاله وهو عنده 11، يبقى هيقارن ال 14 اللي جات له بال 11 اللي عنده، لا يبقى هيحط الريزلت بتاعته بإف. اللي بعده الستيب اللي بعدها الاتنين دول هيبعتوا ال 14 لمين؟ للاتنين اللي وراهم. طيب ده كان فيه إيه؟ كان فيه 10 ما بتساويش ال 14، خلى الريزلت بتاعته بإف. إذا كان فيه 11 جات له 14 فما بتساويهاش، خلى الريزلت بتاعته بإف. بعد كده التلاتة دول هيبعتوا ال 14 للتلاتة اللي وراهم. طيب هنا حد فيهم كان ب 14؟ لا، عشان كده كلهم عملوا ايه؟ الريزلت بتاعتهم بإف. اللي بعده التلاتة دول بعتوا ال D للي وراهم. طب اللي وراهم في حد فيه 14؟ اه، البي 2 4 ده كان مع 14 اهو، فلما جات له ال 14 وقارنها باللي عنده طلع الريزلت بتاعته بترو، عشان كده حطينا التي هنا عند بي 2 و 4. نكمل الاربعه دول هيبعتوا ال 14 اللي هي الرقم اللي احنا بنعمل سيرش عليه للاربعه اللي وراهم. الاربعه اللي وراهم كان فيهم 14 اهم، اه كان في مين؟ البي 4 و 1 كان عنده 14، عشان كده الريزلت بتاعته بايه؟ بترو. يبقى هنا احنا في التريسنج عملنا برودكاستنج وعملنا كومباريزون وحسبنا الريزلت ار بتاع كل بروسيسور، في معظمهم معاهم فولس، لكن اللي كان في البدايه في الفيكتور معاه العنصر اللي هو 14، لو بصينا في الاول كده تلاقي كان معانا 2 معاهم 14، يبقى طلعنا هنا باتنين ايه؟ ترو عند التو بروسيسورز اللي معاهم الاليمنت 14 ده. فاضل هنا نعمل ايه؟ نعمل gathering الريزلت، نطلع بالفاينل ريزلت عندنا في متخزنه في R11 عند البروسيسور B11. نعمل ازاي؟ ان الصف الاخير هيبتدي كل واحد فيهم يبعت الريزلت بتاعته للي قبله. ده كده في المرحله دي، لما ده بعت ترو وده كان عنده فولس جات له ترو، فولس اور ترو هتبقى بايه؟ هتبقى بترو. الباقيين بعتوا فولس وهنا عندنا فولس وفولس اور فولس فولس، فكلنا بقينا بايه؟ فولس. هنا التلاتة دول هيبعتوا للي قبلهم، طيب يحصل ايه؟ ده بعت فولس، فانا زي ما انا فولس، لكن ده بعت لي ترو، يبقى لازم اغير الفولس بتاعتي اللي كانت هنا اخليها بقت بايه؟ بترو. ده بعت لي فولس وانا فولس، يبقى زي ما انا ايه؟ الريزلت الجديدة بتاعتي بفولس. التلاتة دول هيبعتوا للتلاتة دول. طيب دول كان فيهم اف واف وتي، لكن ده بعت له تي اهو، يبقى لازم يتغير لمين؟ لتي. ده بعت له اف فهتفضل برضه الفاينل ريزلت اللي هنا باف. ده بعت له ايه؟ ها بعت له اف، بس انا اصلا معايا تي، تي اور اف بايه؟ بتي. نكمل الاثنين دول هيبعتوا للاثنين اللي وراهم، دول كان فيهم اتنين اف وواحد منهم جاله اف فبقت الجديده بتاعته اف، واحد منهم جاله تي فبقت الجديده بتاعته تي بالتطبيق بتاع الاور اوبريشن. وبعد كده الاثنين دول تي هيبعتوا للاثنين اللي فوقيهم، الاثنين اللي فوقيهم كانوا اف جالهم تي، تي اور اف تخلينا نغير نتائجنا احنا الاثنين لتي. اخر حاجه انا عندي تي وهبعت لك تي، وانت اصلا عندك تي بقت عندي تي اور تي بايه؟ بتي. يبقى في الاخر وصلنا ان البروسيسور بي 11 بقى عنده الار بتاعته بايه؟ بتي اللي هي ترو، وده لان انا لقيت العنصر فعلا 14 موجود عندي في الفيكتور. وزي ما شفتوا كده لو الفيكتور موجود أكتر من مرة كل القصة إن هيبقى عندي أكتر من ترو، ومع الأور كده بتمشي معايا دنيا سلسة لحد لما أوصل للفاينل ترو بتاعتي اللي أنا حصلت عليه. طبعا لو الإليمنت مش موجود في الفيكتور فيبقى هنمشي بيهم كلهم إفات، يعني أنا بمشي وأنا بعمل جاذرينج أوريدي هتبقى الماتريكس اللي أنت بادئ بيها كلها إف، فبنمشي كده إف إف، بس الأسهم بتاعتي بنوضح بيها
الكوميونيكيشن بتتم ازاي، مين بيبعت لمين عشان تبقى الأسهم هنا موضحة لي الـ levels of parallelism في التريسي. يعني لو جربنا هو example تاني عندنا هنا وادي الـ test الـ first element، أنا معايا 5 الـ B11 معايا 5 والـ element اللي بدور عليها 8، 5 ميساويش 8 يبقى أو البروسيسور هو عارف النتيجة بتاعته F. بعد كده بنعمل بودكاستنج ونقارن بنفس الطريقة بقى، أنا هبتدي أشوف كده إيه التمانية دي، هبتدي نوزعها على الباقيين وكل واحد هيستقبل التمانية يقارنها بالرقم اللي عنده، لو لقى ما بيسببوش هيبقى بيسبب فوز زي ما احنا شايفين الرسمة هي ماشية معانا بنفس التكنيك لحد لما هنلاقي عندنا الفاينل ماتريكس هنا فيها كام ترو، فيها 2 ترو عند B14 وعند B43، لأن في الحقيقة عندنا اهو 2 values للتمانية. كجازرينج هنبتدي نجمع البيانات وكل واحد هيبعت الريزلت بتاعته سواء كانت فولس ولا ترو اللي فوقيه. هنا أنا عندي كلهم بعتوا فولس ما عدا ده، فبالتالي ده لما استقبل الترو غير هنا نتيجته للترو. طب وبعدين هنا هم بعتوا النتيجة بتاعتهم، ده لما استقبل الترو غير ايه النتيجة اللي عنده. طب ده لما استقبل فولس، لا ده انا اصلا انا ترو يبقى غيرها ليه؟ مش هغيرها، انا عندي ترو اور فولس بترو. وفي الحقيقة يعني بيحسبها جديد وبيبقى النتيجة بتاعتي الجديدة هي الترو. امتى؟ لما بيكون احد الطرفين عندي ترو او الاتنين. طبعا هنا دول كده الـ FFT اتبعتت للتلاتة إفات هنا، فالـ F اللي كانت هنا لما استقبلت الـ T بقت F أو T بـ T. هنا الاتنين دول بعتوا هنا، هنا أصلا كان عندي اتنين ترو يبقى لازم الاتنين الـ F هنا اتغيروا بقوا اتنين إيه ترو. الاتنين دول بعتوا هنا عندي ترو أو ترو بـ ترو، وهنا فولس أو فولس بـ إيه فولس. وأخيرا ده بعت الترو بتاعته للترو اللي هنا ترو أو ترو تديني الفاينل ريزلت بتاعتي ترو. وكده نكون عرفنا مع بعض الـ procedure code بتاع الـ parallel algorithm for searching an element in a vector using the mesh topology، وعملنا لها tracing لأكتر من vector وشفنا الدنيا بتمشي ازاي، بداية من الـ broadcasting بعدها المقارنة الـ comparing، وانت بتعمل كومبير بتعمل ايفالويت الفاينل ريزلت باستخدام الايكواليتي تيست، لو بيساوي بعض يبقى بتطلع الريزلت بتاعتك بترو، اذروايز بتطلعها فولس. واخيرا بتعمل جازرنج للنتائج بتاعتك، بنبدا فروم داون تو توب ونمشي على الصفوف اعمده بالتكنيك اللي انتوا شفتوه لحد لما بنوصل للبروسيسور B11 بيبقى فيه ريزلت الفاينل اللي هي R11. ويدبند طبعا على ان اللي انا بستقبل ده اللي بيبعت اللي بيستقبل بيبقى جاي له ترو ولا فولس، بيستخدم الاور اوبريتور يشوف الريزلت اللي عنده بكام اور الريزلت اللي هو استقبلها ويجيب لي الريزلت الابديتد وهكذا لحد لما نوصل للفاينل ريزلت. وشكرا لكم وربنا يحفظكم جميعا ان شاء الله.